فاونديشن بتاع اي بيت مسيحي، وصدقوني في اللي انا هقول ده بجد، يعني هو المسيح نفسه. يعني البيت اللي ما فيهوش المسيح ما فيهوش حاجه. لو السيد المسيح مش في البيت، انا هقول لكم عن خبره، اي بيت رحت فيه بعد الشر عليكم في مشاكل سيريس. سؤال بساله، ربنا في البيت؟ الاثنين بيقولوا لا. ولو ربنا في البيت مهما كانت المشكله، there is a way out. خدوها قاعده حقيقيه، البيت اللي المسيح موجود فيه لا يقدر عليه ابليس، لا يقدر عليه. لان العدو الحقيقه مش الزوج او الزوجه او العيال، العدو هو بره، العدو هو ابليس، هو ده اللي عايز يهدم الكنيسه. فالكنيسه نفسها محميه في المسيح، فيروح يدور على اليونت بتاعت الكنيسه. ايه اليونت بتاعت الكنيسه؟ الاسره. فبتدي نخور في الاسره. طب لو هو المسيح موجود ما يقدرش عليه شيطان، مهما كان، مهما كانت الصعوبات والتحديات لا يمكن. عشان كده هو ده مش موضوع النهارده، بس انا اي موضوع لازم اقول لهم بنتكلم في حاجات تفصيليه لازم يكون الاساس موجود، لان لو مش موجود مهما قلنا وعدنا وكونسلنج وكل الكلام يعني مش فاضي، بس هو كل الكلام اللي شكله جميل ده لو اساسه مضروب اي هزه بيقع. هو حلو طول ما الدنيا ماشيه كويس. الصلاه يعني وجود الله، القدوه يعني بننفذ كلام الانجيل، الحب اللي هو الاغابي يعني في عطاء من الناحيتين، unconditional love اللي هو بتاع المسيح اللي قدمه لنا. زي ما احب المسيح الكنيسه، الزوج بيحب زوجته، وزي ما الكنيسه بتقدم نفسها للمسيح، الزوجه بتقدم نفسها للمسيح او لجوزها. فالمثلث ده الصلاه والقدوه والحب هو اساس اي بيت مسيحي. صلاه يعني علاقه مع الله حقيقيه، قدوه يعني اللي بنشوفه في الكتاب المقدس بنعيشه مش بنقوله. احنا كتير بنقعد نعلم ولادنا او نقول سامع قال لك ايه في الوصيه، سامع هو قال لك في الوصيه، او بنعلم بعض لكن مش بنعلم انفسنا. الحياه المسيحيه الحقيقيه ان انا اكون قدوه، يرى الناس اعمالكم الصالحه فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. مبني كل ده على الحب اللي هو الاغابي. اصل في انواع كتيره من الحب. مره واحد سيخ كده طلع في برنامج قال لك في حاجه اسمها حب السمك، سمعتوا عليها قبل كده؟ حب السمك. تقول لك انا بحب السمك، فبعمل ايه؟ فبحب السمك، بصطاده وموته واقليه واكله. يقول لك انا بحب السمك، الحقيقه ده مش بحب السمك، انا بحب نفسي. ففي نوع من الحب احنا بنقول ايه، اصل انا بحب السمك قوي، بس هو الحقيقه ده مش حب، ده انانيه. ففي نوع من الكاتيجوري بتاعت الحب اسمها الحب الاناني، ان انا بحب اللي قدامي عشان اخد منه. لكن الاغابي هو حب العطاء، ان الانسان يعطي زي ما المسيح كده، هكذا احب الله العالم حتى بذل نفسه لكي لا يهلك كل انسان يؤمن به بل تكون له حياه ابديه. الخدام طلبوا مني نعمل مناقشه النهارده، فانا عايز اقول لكم بس حاجه عن مفهوم السعاده. السعاده ليست كما يعتقد الكثيرين انها هي ظروف واحداث من بره تجعل الانسان سعيدا، كالنجاح والزواج وشراء امور محبوبه. يعني ما تاخدوش قوي ان الزواج يعني مش حقيقي، بس هو حقيقي. السعاده ما هياش حاجه خارجيه، السعاده قرار داخلي. في حد بعت لي من كام يوم كده قال لي لازم تتفرج على دي، حتى انا قافل الفيسبوك عشان الدوشه، بس راح بعتوا لي حاجه لازم تتفرج على دي. واحده ست في مصر، ما اعرفش شفتوها ولا لا، شفتوها؟ هل الست دي واحده ست عندها حاجه و80 سنه، خبطوا على الباب بتاعها قالوا لها دول 5000 جنيه انت سالوها سؤال كده الشمس بتطلع منين، فقالت لهم من الشرق، فانت كسبتي معانا خدي 5000 جنيه. فالست بصيت له قالت له لا يا ابني انا مش عايز ال 5000 جنيه يا ماما، يعني لابسه جلابيه بقرشين وحالتها. قالت له لا، احنا ندي ما ناخدش. انا اشكر ربنا، ده ربنا مديني عمري عشان اخلي بالي من ابني اللي مش بيشوق، اللي مش بيسمع ولا بيتكلم، يعني هي في اشد الاحتياج، ومبتسمه وشاكر ربنا. وقالت له لا، ده انا كل يوم الصبح بجمع الارغفه السليمه وبحطهم في كيس وبحطهم على العربيه دي، وريت له العربيه اللي محطوطه، هي بتعطي وسعيده وفرحانه. يعني الست الفرحانه دي وشاكره ومتهلله ورفضت مصدر سعاده كلنا بنجري وراه اللي هو الفلوس في اشد الاحتياج اليها، كان السعاده اللي موجوده جواها هو قرار داخلي مبني على ان الانسان اقنع نفسه. يعني ايه المعنى الحقيقي للسعاده؟ ان يكون راضي،
ان يكون راضي بما عنده. فالسعاده هي القرار. السعاده مش according للظروف. على فكره الاستدي قال كده وعلم النفس قال كده. السعاده احنا في حياتنا 5% بس بيحصل في حياتنا بره ارادتنا. بقيه ال 95 هو الرياكشن بتاعنا للي حصل. ديكم مثلا لما يكون كده عندكم الاولاد يروحوا المدارس، يمكن لسه انتوا ما عندكوش، بس احكي لكم بيحصل ايه للناس اللي عندهم. طبعا الباص جاي او حد هيوصلهم، فبابا مستعجل ولابس وعنده الميتنج، وماما بتجري تجهز السندوتشات، والقلب تجري، وده بيصلح وده بيسخن وزي يصرخ، ويبقى كده الصبح كده في حاجه اسمها ايه، عاصفه الصباح. عاصفه الصباح دي ايه؟ كل الناس بتصرخ عشان ده يصحى وده يروح، والميعاد والباص هيفوت والبتاع، واللي بيحضر فطار واللي بيحضر البتاع، وايه يعني في كهرباء 390 فولت اعلى من اعلى حاجه في الدنيا. وبابا بقى نازل بالشنطه بتاعته عشان عنده ميتنج هيعمل فيه برزنتيشن، والمدير مستنيه وهياخد الولد يوصله. فالولد راح خابط كوبايه الشاي باللبن، فراحت مقلوبه على البدله بتاعت بابا وبس. وطبعا حصل ايه؟ دمار شامل اكتر من بتاع بوت. الدمار الشامل ده ايه بقى؟ بابا بيصرخ، ما انت مش واخده بالك من حاجه، حاطه الكوبايه على الطرف، ما انت مش بتساعدني في حاجه. بابا وماما مسكوا في بعض، ايه اتهامات والعيال بقت تصرخ بتعيط لان هي ما فيش حاجه. وبعدين ماما ابتدت تصرخ الباص هيفوت، وبابا انا عندي ميتنج، وقعدوا كده يتخانقوا نص ساعه وانهيارات وتحديد حاجات وقصص كده. وبعدين اضطر بابا ينزل، فالباص بتاع الولد فات، فاضطر يوصله، وبعدين وصله متاخر، والولد الثاني توصله متاخر. انتهى ان هو هي مس ذا ميتنج، والدنيا كلها باظت، وكان يوم لم تراه شمس. بصوا بقى نفس السيناريو ده، الشاي اتدلق، فالراجل خد الشوك كده شويه، وقف اتضايق دقيقتين، وبعدين راح لافف طلع فوق غير البنطلون 2 مينيتس، نزل خد ابنه ودل، لا الباص فات ولا بتاع، وعوض الموضوع. ما بقاش بالظبط، ما بقاش بتاع طبعا اللي انا بقول ده انسوا القذف، انا بهزر كده كسب. انا كده صباح الخير، واحد كان كويس راح الشغل، ايه ده؟ لا لا انا عايز اقصد ايه، على فكره القصه دي I didn't make it up، دي موجوده في كتاب بيتكلم عن ان الحياه بيحصل فيها 5% من الحاجات بره مقدرتنا، 95% منها هو الرياكشن بتاعنا اللي بيحصل لنا. نفس الحكايه في السعاده، السعاده هي قرار. قرار يعني تلاقي اولاد صغيرين قاعدين بيلعبوا في بلد فقيره بنقى مشمش في الارض، فرحانين وسعداء جدا، وناس تانيين عندهم العاب بالافات الجنيهات والافات الدولارات ومش سعداء. فالسعاده قرار. اي ناس ممكن تبقى سعيده طالما انا راضي واقدر. السعاده it's something from inside، حتى في الحياه الروحيه السعاده. عشان كده المسيح جه قال لنا على ايه؟ قال لنا في السلام بتاع العالم ده يقدر حد ياخده منكم، يعني يجي موقف يسحب سلاما. السلام الذي انا اعطيه لا يستطيع احد ان ياخذه منكم. عشان كده بقولك دايما هرجع للثلاثه الاساسيين، الاساس هو المسيح. فده وهتاخده في حاجات عمليه، في تطبيقات عمليه في حياتنا، لكن في حياتنا العمليه لما الانسان يكون المسيح قدامه، لما يحصل موقف زي ده هيبقى قادر بنعمة المسيح اللي هو بطول النهار بيصلي وبيتكلم معاه انه يوفركم الغضب، ويقدر ان هو يفكر براكتيكالي وما يفكرش ايموشنالي، ما تبقاش علاقة فيها بيرسوناليزد. يعني ما هو انت اللي هتتغلط، ما هو انت مش بتساعدني، المشكلة في انت، المشكلة ان في كوباية وقعت والبنطلون مبلول، ما ينفعش روح الشغل بيه كده، فاطلع غيره بس. يعني هي دي المشكلة، بس احنا عملنا ايه؟ خليناها بيرسوناليزد. ما هو انت اللي مهملة، ما هو انت لو بتساعدني ما كانش ده حصل، ما انا طول عمري. ما هو لو بخش بقى بعدين لو باباك قال لا، ولو ما بخش بقى في ايه، في كاتيجوري ثانيه في التري وتعلى التري بقى، ويبقى اصبح الموضوع فيه تجريح. طيب انما السعاده هي اختيار، لاننا نرى فقراء سعداء واغنياء تعساء، ونرى مرضى سعداء واصحاء تعساء. لازم تقتنعوا ان السعاده هي اختيار مش ظروف، مش الغني والفقير، مش عندي وما عنديش. ساعات ناس يبقوا معكنين على بعض، عاوزين نغير صالون في البيت، عايزين ده مش عارف ايش، ما انا دول جابوا وانا ما جبتش، والعيش عكننا. It's not worthy. It's not worthy ان انا اضيع يوم من حياتي واسابيع واشهر
بتخانق على حاجات مش هاخدها معايا، مش هتأثر في فرحتي. ساعات احنا كتير بنتعب نفسنا وبيوتنا علشان بنختار ان لا نكون سعداء. ايه ده؟ حد على حاجة؟ لا قول قول قول، ما هكش احنا It's open discussion. انا بحب التعليقات. لا لا عندي اوضه زياده، قولوا قولوا تعالى على عندي على طول. لا انا قلت ما عدا السور بس. طيب خلاص يعني اهو ابتدت، انا عايز الحاجات تطلع. عطيت الله لاولاده على الارض. اوصي الاغنياء في هذا الدهر الحاضر ان لا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينه الغني، بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع. بس عطايا ربنا مش عطايا مادية، عطايا ربنا على نفس مستوى. اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. كان بيتكلم عشان يرفع مستوانا في الطلب. وعايز اسبند بس هي بره الموضوع، بس انا ما بحبش افوت فرصة من غير ما اتكلم عن النقطة دي، لان هي دي نقطة اساسية في حياة كل بيت مسيحي فيهم كأسرة وفي أولادهم. لو المبدأ ده مش موجود كل حاجة بتبقى مش difficult impossible. إن إحنا الغنى بتاعنا هو في الحياة الأبدية يقدمها لنا المسيح. يعني أنا عايز أخيكم بس تخلي بالكم السيناريو ده، أنا وإنتم وكل حد محكوم علينا بموت أبدي. هي دي كانت المصيبة، محكوم علينا بموت ابدي. مش بنتكلم عندي بيت ولا ما عنديش وعربيه ولا ما عنديش وظيفه وكارير ما عنديش، كان محكوم علينا بموت ابدي منتهيين. وبعدين جه واحد دفع ثمن الموت ده عننا كلنا وطلعنا براءه. لا مش بس كده، وجهز لنا ملكوت وحولنا من عبيد الى ابناء وورثه. ولا اعود اسميكم عبيدا بل ابناء، عمل كل ده. وبعدين قال لنا بس استحملوا. مين شاطر في الماثيماتيك؟ عايز حد كده مهندس؟ طب حلو، ديفايد كده 90 على انفينيتي. لا اعكسها، ايوه كده صح كده. اي رقم يعني ايه يعني بالبلدي؟ يعني ايه عندي 90 برتقانه يا اولاد؟ عندنا كام برتقانه؟ 90. برافو. عايزين نقسمهم على العالم كله، كل واحد ياخد كام؟ nothing. يعني على ما تقطعها تبقى ولا حاجه. ليه انا بقول لكم كده؟ عشان ده هتقولوا لغتكم. ان حياة الارض دي اللي هم ال 90 100 سنه اللي هنعيشهم، لما تقسمها على الملا نهايه، الحياه الابديه اللي عملها المسيح لو خسرتها كلها اللي اكتشفها بولس هتبقى نفايه. اتس زيرو. حتى ماثيماتيكالي اتس زيرو. زيرو. كل الهري اللي احنا عايشين فيه ده حقيقه ما دي، عشان كده بيسموها الوجن، خدعه. الشيطان ضاحك علينا اكبر خدعه، مخلينا بنلف حوالين نفسينا وبنهري في بعضنا وبنقطع الدنيا والكارير والجري والمستقبل وكل ده. مهوش وحش، بس حاجه بتساوي زيرو كومبيرت تو ذا ابديه، والابديه مدينها مش محصله 1%. فقلبين الايه كلنا، وانا قبليكم قلبين الايه. فلما بتتصلح المفاهيم كل الباقي بيتصلح. السعاده مفهومها بيتغير، الاسره مفهومها بيتغير. الولد لما يقول لا مش رايح النهارده، اتكلم الولد الصغير يقول لك اي وونت تو هاف ا لايف. انت ليه يو ار كنترولينج ماي لايف؟ يا حبيبي انت يو ويل هاف ان ايترنال لايف. اللي بتدور عليه نوت لايف. فده لازم من هو صغير هو شايف يا بابا وماما احنا هنا في حياه مؤقته، مؤقته نبقى عبد لو مسكنا فيها. انه كانوا جيت اني ثينج، يعني هم بيحبوا اللوجيك. قول له وريني واحد قدر ياخد كارير تايتل فلوس اي حاجه. اول وات وي اون is a lease. عارفين الليس؟ مش بتاعك، تدفع ثمنه اول ما تخلص تقوم سايبه. not owned. حد بياخد البيت معاه في القبر؟ نو. حد بياخد تايتل؟ نو. فلوس؟ نو. اي حاجه بتاعتنا لا حقيقه لا نملكها. لو مش كاتبين وصيه الحكومه بتاخدها، لو كاتبين وصيه تديها للعيال، لكن انت واحنا ماشيين كلنا مش هناخد حاجه معانا. فاحنا مضحوك علينا، كلنا مضحوك علينا. لكن الانسان الصاحي عشان كده المسيح لما قال نطلبه اولا ملكوت الله وبره لانه يستاهل. والكلام الفاضي ده كله هديه لكم. تفتكروا انا النهارده انجيل النهارده كان بيتكلم على كده، هتجوعوا وهسيبكم؟ ده انا السنابل اللي بندوس عليها بالارض بخلي بالي منها، ربنا بيتحايل علينا عشان يفهمنا. ده العصافير الليليز دول انا بخلي بالي منهم
هسيب ولادي؟ قعدت رجان. طب لو ابنك طلب منك سمكه هتدي له حيه؟ ربنا بيتحايل علينا عشان نصدق. طب انت بني ادم وقلبك كده، انا الله اللي كل صلاح، هل ممكن ما اخليش بالي من اولادي؟ لو عندي الشعور ده مش هبقى فرحان وسعيد ومطمن ان ابويا دريان بيا؟ فالسعاده عشان تبقى جوه لازم يكون اساسها ان انا سعيد لان ليه حياه ابديه. انا سعيد لان حكم الموت راح. طب انا خسرت النهارده شويه، البيت عفش ضرب فيه، الحله طلعت اي كلام، الماركه جت وحشه، السور ما اتحطش، البتاع جه، اي حاجه من الحاجات دي كلها، اتس اول جود تو هاف بس اتس نوت جونا تو ديستروي ماي لايف، لانها از نوت وورثي، از نوت وورثي. هل معنى كده افقد طموحي؟ لا طبعا. هل معنى كده ما اعملش اللي المفروض اعمله؟ برضو لا. لكن ما يبقاش ده مصدر فرحي، لان النهارده رحت الرحله بعد بكره رجعت نسيت وراحت، رحت الرحله وبعدين مطرت باظ عليا اليوم، يعني بقيت انا عمال انبسط واحزن حسب اللي بيجي من بره. طب ما دي مش حياه، لان اللي بيحصل من بره اوحش بكتير ومتردد. فاول خطوه عشان السعاده اتس مايند سيت، عطيه الله لاولاده في السماء، ليس لانه ليس ملكوت الله اكلا وشربا، بل هو ها بر وسلام وفرح في الروح القدس. انا عايز بس اقول لكم ان في مصدر للفرح. احد الناس المقربين مني قوي سافروا رحله مع من حوالي 2010 السودان للنازحين من الجنوب تبع ابونا داود لامي علشان يشوفوه. الحته دي مش ما فيهاش، يعني هقول لكم هي فيها ايه. كل حاجه مش موجود، في طفله حمراء كده ده الارض، ما فيش ميه، البيوت عباره عن نفس الطفله دي بيعجنوها بالميه فتبقى طين كده، يوم عاملينها اربع حيطان، مفيش سقف، مفيش باب، مفيش ميه، مفيش حمام، مفيش اي حاجه. السرير بقى 5 ستار، ست عصيان وبعدين عوارض كده وبعدين حبال، ها خلاص ايه، فين المخده؟ مفيش مرتبه، مفيش ملايه، غطا، مفيش، هو ده السرير. طب العفش بقى ايه؟ العفش بقى 5 ستار، زير مسنود على الحيطة أو محطوط على طبتين، وبرجاز وحلة. That's it بجد. That's it. طيب ماشي. اللي قاعدة بقى على السرير ده واحدة ست عامية عندها 60 سنة. By the way السرير ده مسنود على طوبة مدورة عشان يبقى balanced، ما الأرض تراب، ما تسألنيش الطوبة دي ما بتتشالش ازاي، هي مسنود عليها الطوبة كده والست تقوم وتعمل وتتهبد وهي مش شايفة، والطوبة هي سند السرير زي ما هي سند السرير. اللي جاي بقى هو المهم. يا ماما مش عايزه اي حاجه؟ لا انا كويس قوي الحمد لله، عندي كل حاجه. يا نهار ابيض، عندي كل حاجه ايه؟ يعني القبر احسن شويه من الحته اللي انت قاعده فيها دي. انا عندي كل حاجه بس عينيا ولادي وجعاني، بس انا كويس عندي كل حاجه. ابني كل شويه بيجي يسال علي، شاكره فرحانه، رجع قدام كلهم مش فاهمين هي ازاي فرحانه واحنا زعلانين. احنا زي عندنا كل ده وبنتخانق، ودي عندها السلام والفرح ده ازاي؟ في حاجه تانية، المصدر بتاع الفرح is different، فرح من جوه ما حدش يقدر ينزعه منها. لا مطره تنزل على نفخها، ولا ما فيش حمام في البيت، ولا ميه بتيجي في عربيه مصديه تعرف تبص لها، ولا اي حاجه من الحاجات دي، لان في فرح داخلي. ازاي؟ اللي اختبره المسيح. عشان كده لو فهمنا دي هنقدر نخش بقى في اللي جاي. نقول شوية خطوات بقى عملية، وبعد كده هقول لكم في الآخر، عشان انتوا يا مش كل الناس عندها أولاد، هقول لكم 20 خطوة أي حاجة منهم تدمر أولادك. 20 كده وصية هدفها لو حد خد منهم حاجة عملها تدمر أولادك. هما الناس اللي عملوا دي اللي كان حصل هنا من حوالي 20 سنة تقريباً، راحوا جمعوا الناس اللي هم اللي ولادهم ادمنوا وضاعوا، الناس اغنياء كلهم، وجابوهم في منتجع كده وقعدوهم اسبوع وابتدوا يكتبوا ايه اللي وصل ولادهم لكده للضياع ده، وطلعوا ب 20 ريكومنديشن. هم مش ريكومنديشن يعني، هم 20 ريزون واي عيالنا ضاع. فانا هقولهم لكم في الاخر علشان احنا عندنا اولاد او هيبقى عندنا اولاد نتعلم ان ازاي نحافظ عليهم. ودي حاجه مش روحيه، دي بس مجرد ستادي،
بس هتلاقي كل مطابقه تماما لحاجات كتير قوي احنا بنعملها بالغلط. يبقى اولا اجعل البهجه سمه من سماتك. الاب المتجهم او الام الكئيبه لابد ان يترك اثرا سيئا على اولادهما طول العمر. اما الاب البشوش والام السعيده الضاحكه تجعل اولادها يحبون الحياه ويقبلون عليها ويتفادون ما نعرفش احنا الكلمه دي ايه، النون كاف دال اسمها ايه، حد يعرفها خالص؟ ها حدش يعرف؟ حد يعرف النكد؟ لا لا النكد ده حدش يعرف صح؟ الكلمه الوحشه دي بعد الشر، بعد الشر علينا. ها ويتفادون الكلمه الوحشه والغم ويتخطون الاحباطات. مش عايزين نعرف الكلمه الوحشه دي مش هنقولها يعني. بعد الشر علينا كلنا. طب نعملها ازاي؟ انا مش عايز اقول كلام نظري، نعملها ازاي؟ راجع من شغل 12 ساعه شغال وطلعان عيني وقرفان ومديري مضايقني معتنن عليا، وماما طول النهار بتزن في ودانها ومصدقت بابا داخل عشان تقول له شيل بقى انت شويه، فده التمبريتشر والضغط جايبين الماكسيمم وداخل. فاول ما يتقبل يحصل ايه؟ انفجار. ايوه كده، ايوه كده، يحصل انفجار نووي بقى. ها ويجي وراك كلمه بعد الشر، بعد الشر الكلمه دي تبقى هي السائده. ليه؟ لان احنا سيبنا الظروف. فمحتاج مراجعه، محتاج مراجعه ومحتاج تقدير للاخر. انا في الدير قالوا لي حاجه ودايما بقولها للناس كلها، انا طلعت بجمله واحده بس من الدير، قالوا لي حس بالناس علشان تعرف تحبهم علشان تقدر تخدمهم. تاني ماليش حب الناس، قال لي حس بيهم عشان تعرف تحبهم، بحبهمش زي حب السمك، عشان تعرف تخدمه. فحس بالناس دي مهمة جدا بين الزوجين، الاتنين محتاجين. هو راجع تعبان وعنده مشاكل وهي طلعان عينيها جوه البيت نفس التعب بتاعك، فاحنا لازم نكون مقدرين. لو هما الاتنين وروا لبعض انهم مقدرين تعب بعض، الليفل بتاع الانفجار هيقل شوي، بدل ما يبقى نووي يبقى ذري، يعني خد خطوة لتحت. ده يعني نكد يعني ما بقاش مش فول باكج يعني. طب هكمل ازاي؟ المسيح بقى بيسند. ما هو لما انا باخد الخطوه الاولانيه واختار الوقت المناسب ان ان ان, إن احنا نشيل بعض، ويكون في حاجه اسمها مش هتكلم عليها النهارده رصيد من الحب. عارفين رصيد من الحب؟ اكيد اتكلمت قبل كده، ان انا ما بقاش بسحب على الزيرو، عندي كريديت اوف لاف، يعني في اعداد بنتكلم فيها كلام حلو بنبني، فلما يجي سحب مبقاش على المكشوف، مش كله ضرب ضرب يعني، شويه في شتيمه وفي يعني حاجات مختلفه. انت بتسجل، هنروح احنا قابلكم في نجاح حمادي بقى. هتنقل نجاح حمادي سجل. طيب فيبقى العلاقه اللي موجوده مبنيه على احساس بالاخر، فلما بنحس ببعض هنقدر نشيل بعض. ولما يكون في رصيد من الحب، يعني احنا بنتعامل مع بعض حتى واحنا تعبانين وذ ريسبكت، وكل واحد ما بيتعاملش ايموشنالي ولا بيرسونالايزد بس منطقي. المنطق انا بحاول ان انا اتعامل مع المشكله على قدها، مش اتعامل على المشكله واكبرها. اوكي مش هتكلم في الحته دي بس انا حبيت عشان ده بيرفلكت على النكد يعني. تعلم يا صديقي او يا صديقاتي الا تدخل بيتك الا مبتهجا مهما كانت التحديات والاحباطات التي تعرضت لها خلال هذا اليوم. انا هعمل كده حاجه مين يقول لي الحاجه دي كانت عامله ازاي؟ في حد كان بيقعد يلف كده، عارفينه؟ مين اللي كان بيقعد يلف كده؟ ها ايوه كان في واحد راهب يلاقوه بيلف كده حوالين القلايه قبل ما يخش قلايته، فيقول له ابونا انت بتعمل ايه؟ بيقول لهم انا بطرد كل فكره من دماغي قبل ما اخش قلايتي، لا اريد ان تدخل هذه القلايه فكره غريبه. احنا محتاجين قبل ما نخش البيت وقبل ما ان انا اطرد كل الهم اللي كان بره، وادخل الناس اللي جوه دي ما لهمش ذنب، والراجل اللي جاي ده ملوش ذنب ان العيال كبت، هو ده واقع ان العيال متعبه والشغل متعب. فمحتاجين لو نحس ببعض هنقدر نعمل ايه؟ نقابل بعض بالبشاشه وبالترحاب مهما كانت التحديات. مواصفات العيله السعيده اقراكم تقروا انتوا، هنقراهم ونعدي عليهم بسرعه. اللي مش عملي بليز انتربت. بيقولوا بيعرفوا يقولوا الكلام الحلو ويشجعوا بعض. طبيخك حلو قوي يا حوريه.
وخصوصا قدام الناس مش كده؟ على فكره عايز اقول لكم على حاجه مهمه، حتى لو بنعملها بالهزار سواء للراجل او للست، احنا بنعملها ب از مصدر اوف فن، بس ساعات الناس بتتوجع من جوه ان احنا نكومنت نيجاتيفلي على بعض سواء الراجل او الست او الست على الراجل قدام الصحاب عشان يبقى موضوع فاني، بس ساعات بيوجع. فخلينا حريصين، يعني ممكن نعملها ان اطار عام لكن من ايه ما نبقاش تو سبيسيفيك ولا ريبيتيتيف علشان ممكن يوجع. واحده طبخ وحش خلاص هو وحش، هنعمل ايه طيب؟ يعني تعمل اوردر بس وخلاص وخلص الموضوع. يعني ما تفضلش تقول النهار ان الطبيخ وحش طبيخ وحش، واحد بيشخر بصوت عالي طول بتاع ما بنامش وحتى بتاع في وداني خلاص. يعني لازم نلاقي حلول. لا، في حاجات سدادات دلوقتي اللي الايفون عامل سماعات جديده نويز كانسليشن، حطها في ودانك واعمل نويز كانسليشن ونام وخلاص، بتشيل الكونتينوس نويز. ما بيقفوش لبعض على الواحده ويسامحوا بعض، دي مهمه جدا. ان الفورجيفنس اند فورجيتنج. فاكر واحنا مخطوبين يا ماما ده كان من 15 سنه لما سبتني واقفه الناحيه التانية يا ماما؟ يعني ما حدش غافر لحد اي حاجه خالص مهما كانت السنين عدت والدنيا عملت. طب what kind of love is this؟ ان احنا شايلين لبعض اخطائنا والمسيح يقول لنا ايه؟ خطاياكم ها لا اعود اذكرها. يعني انت يا رب الاله الكلي النقاوه لا تعود تذكر خطايانا وانا مش ناسلها ولا هي مش ناسيالي؟ اصل انا ما انساش ابدا يوم يا جماعه. ليه يعني ليه ما ننساش ابدا؟ ممكن ننسى، ممكن ننسى. حريصين على مشاعر بعض وبيقبلوا المواسم المختلفه اللي كل حد بيعدي بيها. يعني قصدهم يقولوا هنا ايه؟ كل واحد فينا مختلف عن التاني، كل واحد له الحتت بتاعته اللي بتفرق معاه. فالمفروض احنا لما نحس ببعض ابقى عارف ان المناسبه دي فارقه مع جوزي او فارقه مع، حتى ممكن تكون المناسبه دي مناسبه عائليه، بس كل واحد فينا يبقى شاعر ايه اللي بيفرح التاني ويحاول يحط مجهود ان هو يعمله له. حتى if it doesn't make sense to me، حتى if it doesn't make sense to me، ممكن اللي يفرح الراجل مش يكون هو اللي بيفرح الست. هو مش فارقه معاه دي بس هي تفرق معاه هي، او انت مش فارقه معاك دي بس تفرق معاه هو. فمهم ان احنا نعرف ايه اللي بيفرح اللي قدامنا عشان نقدر نقدمه له، فيكون فيه ان احنا نفهم مواسم، فاهمين انهم مش ملك بعض لكنهم ضيوف في حياة البعض. هو المقصد هنا بايه؟ ان احنا الذي يملكنا هو المسيح، احنا صار الرجل والست جسدا واحدا. لكن مش معنى كده ان كل واحد ملوش حتة خصوصياته. يعني مثلا زوج بيحب يحضر التسبيحة وزوجة ما بتحبش، اوكي انها تبقى في المساحة انه ينزل يحضر التسبيحة. هي بتحب تلف في المحلات كل يوم، يشجعها وينزل معاها، بس هي من حقها لو عايزة مرة، يعني هو ما بيحبش وهو عايز تنزل لوحديها ممكن تنزل لوحديها. يعني اقصد تسيب له هو يسيب لها المساحة وهي تسيب له المساحة، انه في حاجات ممكن الواحد يحب يعملها لوحده. يعني ممكن مثلا عايز تعمل ضوافرها هو مش هيعمل ضوافرها معاها، فهي ممكن تروح تعمل ضوافر. يعني يعني الا في كاليفورنيا هنا ممكن، يعني الله اعلم حد الشعر. لكن اللي انا اقصده ايه؟ احنا بقينا واحد بس كل واحد عنده مساحه صغيره ممكن اطلق الحريه بتاعته ان هو يتحرك جواها. ساعات مثلا بقول للزوج اللي هو الزوجه طول النهار قاعده في البيت، ليل النهار مع العيال وهو بيشتغل وهي ما بتشتغلش، قول لها مره انزلي اعملي شوبينج لوحدك، فكي عن نفسك، لان لازم حد يبعدها من العيال. يعني في تايم محتاجين نغير فيه الروتين عشان الناس تقدر تكمل. ده من لما بنحس ببعض نقدر نعرف دي. يعني وصرحوا بعض بالحاجات دي، مهم ان احنا يبقى في بينا صراحه. لان لما احنا نتكلم بصراحه اصل انا الحب ما يطلبش، لا هو ما يطلبش بس يتوضح. اصل انا طلبته بقاش له معنى. مش هي مش كده، الراجل بيفكر بالحب ان هو بيجيب للست كل حاجه هي عايزاها، فخلاص هو كده بيحبها. الست محتاجه حاجات مختلفه، تسمع كلمه كويسه، اللي محتاج هديه كويسه، فصين الماز كل شهر، يا يعني حاجات كده بسيط. ف لا غلط دي. كل شهر كتير. طيب انا اعتقد انا جيت اجتماع غلط بقى. هبقى اوري لك محلات بتضرب الفصوص عشان لو هي عايزه اقل.
كتاب مفتوح لبعض ده اللي يقصد بيه الحته دي، ان احنا نصارح بعض باحتياجاتنا. مهم. بصوا يا جماعه من فضلكم، انتوا واحد في الجسد مختلفين في الروح، لكن واحد في الجسد. احتياجاتنا مش باي ديفولت معروف. اولا احنا جايين من كلتشر ما كانش بيساعدنا ان احنا نعرف دي. ثانيا جايين من بيوت مختلفه وتربيات مختلفه، فالاحتياجات بتختلف. مفيش كتاب اسمه احتياجات الرجل واحتياجات الست، في حاجات عامه، لكن كل واحد he has his own needs. As long as ان الحاجات دي within وصايا ربنا it's okay ان احنا نشارك بيها، لان في حاجات بتطلب بره وصايا ربنا it's a big no. لكن ال it's okay ان انا اقول انا محتاج اسمع منك كلمه كويسه، او انا محتاج من فضلك ما تزعقيش قدام العيال. I have to respect this. الحاجات الاساسيه اللي بتوجع لازم اسمعها، حتى لو انا مش حاسس انها تفرق. ايه يعني مثلا قدام العيال؟ ما العيال دي فاهم؟ لا تفرق، ما ينفعش. فمهم ان احنا نسمع ونحس ببعض، ولو مش حاسين ببعض نشير، ولما اللي قدامي بيتكلم اوعوا ما تسمعوش بجديه اوجاع بعضكم لبعض. الكلام الفاضي ده شغل عيال، اوعوا تعملوا كده. very painful وبتسيب سكارز مش حلوه. اسمعوا بعض، فكر في الحاجه ورد عليها بعد شويه، مش مشكله. لكن اسمعوا احتياجات بعض حتى لو بالنسبه لك هايفه. الكلام ده على فكره ابليكابل على العيال، يعني انا بقوله ده ابليكابل على عيالكم، مش النهارده مش موضوع عن العيال. اسمعوا بعض، فكر في شيء. كلمه تحس بالناس عشان تعرف تحبهم very important point. ما انا بجيب لهم كل عايزين فيه. حبيبي حس بيهم، هم مش عايزين فلوسك، هم عايزين كلمتك الحلوه. ما انا بطبخ له كل حاجه، هو مش عاوز الطبخ، هو عايز ريحه الجاز تطلع من عشان يقعد مع كل واحد له احتياجاته المختلفه. فاحنا محتاجين ان احنا نسمع نفهم عشان نقدر ان احنا امناء. ساعات في حاجه بتوجع جدا الناس لما يحس ان اللي قدامه الزوج والزوجه is not straightforward معاه في الاول. خصوصا دي بتبقى موجوده لان لسه ما فيش تطبق. اوكي في الفتره الاولانيه اول شهرين ثلاثه على ما الناس يحصل لهم adaptation، بس very important. طب انا ما لو قلت لها هتطين عشتي، اخسرت الكلمه بس انا سمعتها كده، او لو قلت له هيقلب الدنيا. طب ما هو احنا لازم نبقى يعني قادرين على التفاهم. ما هو لو الدنيا اتقلبت والعيشه اتطينت، اخطيت في الكلمه يعني، بس هي بتبقى كده، هيوقف الصراحه، ولو الصراحه وقفت الدنيا هتسوق. فاحنا لازم نبقى عندنا قدرة عشان نبقى عايشين في سعادة ان احنا ايه بنسمع بعض، افهم where he's coming from، حتى لو وجهة نظر مختلفة اوضح له. احنا ما عندناش خلق، منفعش، بنحتاج ان احنا نقدم وقت واندرستاندنج الحاجة. طب مش عارفين نوصل لحل، لينا مشيرين روحيين، روح الاب اعترفنا، روح الحد. احنا مختلفين في النقطة دي، محتاجين حد يساعدنا. لو لا هو ابونا هو اللي هيمشي لي البيت، ابونا عمره ما هيجي يقولك اعمل وما تعملش. ابونا هيوضح البوينت ان هو ليف يو تو تشوز ذا رايت ثينج. شغله الكاهن او المرشد الروحي مش يقولك اعمل كذا. لو رحت لحد يقولك اعمل كذا ما سمعوش كلامه، الا في الخطيه بس، يعني يقولك دي نونج، دي الحاجه الوحيده في الحاجات الروحيه. لكن المرشدين او الناس الكونسلنج المفروض هو بيعمل زي اكس راي للمشكله، يوضح لك المشكله ويسيبكم انتوا تاخدوا القرار، لان انتوا هتكسكيوت القرار ده وانتوا هتحتملوه. بيعبروا عن حبهم بطرق مختلفه وبالطريقه التي يفهمها الاخر. واحد عنده ولد بيروح يجيب له مثلا جهاز ميكانو اغلى حاجه في الدنيا، ثمنه 600 700 دولار بالروبوتس، بيطلع مش عارف ايه بيمشي. والولد بيحب يلون، عايز تروح دولار ستور تجيب له لوحه بدولار وعلبه الوان ب 2 دولار وعايز يرسم. يا حبيبي ده انا جايب لك حاجه ب 1000 دولار، ما بحبهاش، انا عايز العب بيه. فاحنا ساعات بنحب الناس بطريقتنا. وانا طب انا دافع 1000 دولار، طب ال 2 دولار ده انا ارميهم لك، بس انا مش عايز ده. في قصه في كتاب التشجيع بتاع مجدي اسحاق، كتاب ده حلو اسمه التشجيع، فيري نايس بوك تقروه يعني. انا عندي بي دي اف لو عايزين ابقى ابعته لكم. بيقول ان كان في طفل واحد راجل هنا في امريكا من حوالي 10 15 سنه كده، طلع خد اعلى جايزه في الفن، فهو رسام. فقال انا بهدي الجايزه دي لبابايا. قال وانا صغير كنا بنموف هاوس، غالبا كان يعني هو لوحده مع الاولاد، مش عارف مامته ما جابش سيرتها يعني. وبعدين قال فكان هنا الناس بتدهن البيوت، فجاب الحاجات البينت وهيدهن البيت ده هو، فنسي حاجه فنزل يجيبها. فالورد الصغير فتح علبه الدهان، حط الفرشه وابتدى ايه
يدن على الحيطة وعلى الموبيليا وعلى الحاجات دي. طبعا ده لو كان في بيت مصري كان المرحوم طلع من الهمبازين دخل على الجاز المغلي طلع من الغاز المغلي يتعلق أبسايد داون وبعدين اتباع للفراخ. بابا عمل ايه بقى؟ خده في حضنه قال له انت بتحب بترسم؟ فقال له اه. فراح ساب كل حاجة نزل هوبي لوبي جاب له الستاند بتاع الرسم وقلبة ألوان قال له لما تحب ترسم يرسم هنا وادي الفرشة وعمل له أوضة كورنر عشان يرسم. ايه أحسن رسام في الدنيا. الواد اللي أنا كان يطلع ايه عقد نفسية بقى وكلكعة وكل ما يشوف رسم رسم لا رسم لا لأنه خلاص لأنه دخل في ايه في مرحلة العزبات الأس لأن احنا ما ادينالوش فرصة ان هو يطلع من الكاتيجوري بتاعت التربية بالإكراه اللي بنتكلم عليها بعد شوية يعني مرة تانية. بيحافظوا على أسرار بعض في الشلة واقفين عارفة امبارح عمل ايه مش عارف ونبدا نحكي على بعض ساعات بتجرح ممكن الحاجات اللي هي الهزار ناس قريبين قوي انا مش بقول ان احنا بقى نبقى يعني مكلكعين لكن اقصد ايه بحرص لو عارف انها هتضايق اللي قدامي ما اعملهاش يعني ده الكي بتاعها. لو احنا متعودين وناس قريبين من بعض وبنهزر من بعض طول عمرنا ده فاين بس المهم ان انا ما اوصلش ان انا اضايق اللي قدامي هو ده ايه الكي بتاع ايه حدود الهزار حدود الهزار ان انا ما اضايقش اللي قدامي بس سمبل. ولو ضايقت اقول له او اقول لها ولو اسمع ريسبكت اي ابريشيت ما عملهاش تاني اعتذر وانا ما قصدتش انا مش متعود هخلي بالي خلاص واللي حصل التاني ما يتزودش طالما هي از ادميتنج اور شي از ادميتنج خلي المركب تمشي طالما الشخص بيحاول. بيصلوا لبعض فيري امبورتنت الصلاه من اجل خلاص البيت هو مفتاح النجاه هي البدايه والنهايه هي كل شيء لا يوجد شيء. بابا كرولس اللي كنا نحتفل بعيده النهارده اجمل كلمه قالها يا يوجد شيء مين حافظ بيتها تحت السماء لا تقدر عليه الصلاه لا يوجد شيء تحت السماء لا تقدر بس مش الصلاه بتاعتنا يا ابن الذي في السماء تقدس اسمك لا وايه اللي بقى على بتاع اللي فوق تاكل مشيئتك كما في السماء كذا لا دي مش هي دي اللي انا بقصدها انا اقصد الصلاه الحقيقيه اللي هي ايه مش وانا بصلي شامل الشيات اللي في تحت والتليفون رن فببص عليه دي مش صلاه انا بتكلم على الصلاه اللي هي طالعه من القلب اللي هي شاعر قلبي واحاسيسي بقدمه من ربنا صلاه صادقه مش الصلاه المكروته. واخيرا يشكر ربنا على كل حال يشكر ربنا افتكروا الست بتاعت شمال السودان يشكر ربنا على كل حال يعني يعرفوا ينبسطوا بالحاجات البسيطة المتاحة مش بس بيستنوا يوم معين في الأسبوع أو مكان عشان ما ده اللي أنا كلمتك في الأول إن الـ 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 السعادة it's a decision. في ناس تخش تلاقيهم بيبسطوا الدنيا مقفولة بيجيبوا كوتشينة وقعدوا يلعبوا هم عايزين ينبسطوا اشمعنى دول راحوا كروز البتاعة وأنا مرتش كروز ودول راح عملوا كذا عايش نكد all the time يعني النكد is all the time لان انا عمال ابص على اللي حواليا مش راضي على اللي عندي دول عملوا دول ما عملوش. السعاده كان بي everywhere anywhere السعاده is a decision. اتفرجوا على الناس على فكره الاستاد اللي بحكي لكم دي حقيقيه بقولها للولاد في الاعتراف اي حد قاعد في الاوضه دي قاعد الاوضه دي معانا كده in the top 15% of the world اي كونديشن هو موجود فيه قال لك الاستادي اي حد بياكل يقدر ياكل او بياكل 3 وجبات في اليوم عنده سقف في بيته بينام على سرير عنده حمام وعنده ميه بيروح واحد منهم او الاثنين الشغل عنده وسيله مواصلات ده 15% من الورلد بس اللي عندهم دي 85 دون هاف ذس فاي واحد موجود هنا في الاوضه دي از ان ذا توب 15% اوف ذا وورلد. في ناس ثانيه تتمنى صدقوني واستحملوا هقول ده الزباله بتاعتنا تاكلها ومش طايلها I mean it and I seen it. ناس تفتح في الزبالة مش لاقي تتمنى تلاقي لقمة بايظة تاكلها مش لاقينها. And by the way لما بيلاقوها بيبقوا thankful. في رحلة من الرحلات اللي بحكي لكم عليها دي كان الولاد دول بتعمل لهم مراكز لل بيعلمون فيها انجليزي وعربي هتلاقي حسين قاعد جنب جرجس جنب اتسازو هناك محدش عارف مين ابن مين ويعني الدنيا اخر لخبطه فالعيال بييجوا ويقعدوا في تنت كده
والمدرسين الخدام يعلموهم انجليزي، يعلموهم شويه عن المسيحيه، ويجيبوا لهم 1 ميل ادي، هي دي اللي بياكلوه. فمره يظهر حد، طبعا عشان تكفي الاعداد دي اكل بتبقى حاجات كلها بيزك يعني، بيظهر حد من الاولاد مامته بتشتغل خدامه في البيوت، فرجع اخر يوم ادته علبه زبادي. فالولد ده خد الزبادي، كل اللي كانوا قاعدين ابتدوا يبصوا، ما هذا الاختراع؟ بعد ما اكل الزبادي رمى العلبه، العيال جريت عشان تلحس اللي جوه العلبه تعرف ايه ده. فالخدام رجعوا عيطوا، قالوا احنا هنودان، احنا هنودان. الهديه اللي كانوا واخدينها معاهم ايه؟ شباشب، لان هم جايبين ازايز البلاستيك مطبقينها وربطينها بالحبال في رجليهم. فكان حد من الخدام بيقول ان جاب لهم معجون اسنان، قال له معجون اسنان ايه ده؟ الميه بيشتروها بفلوس، مش بيعرفوا يشربوها، احنا عايزين شبشب عشان الارض ما تحرقش رجله. فلما نشوف الحاجات دي نشكر، ولما نشكر نفرح، ولما نفرح نعطي، ولما نعطي يكون عندنا سعادة أكتر. لما نكون محصورين جوه نفسنا وزواتنا وعمالين نبص ونقارن ونتضايق، الكتاب المقدس النهاردة في العزة الصبح كان بيقول إيه؟ سراج الجسد هو العين، كيف تنظر؟ العيال اللي هم هنا محدش فيهم بيشوفوا الحاجات دي، وصعب جدا ان نوديهم في procedures و protocols و consent forms وحاجات كده، والدنيا كانت قافله في موضوع برضو كورونا. بس I think قبل كورونا برضو عشان هم يروحوا يزوروا كان صعب، كانوا بيروحوا بوليفيا. هنا بوليفيا طبعا is less damage زي اللي انا بحكي ده، يعني اللي بحكي ده كان بيروحوا ناس سبيشال لازم يكونوا كبار، لان كان ريسكي يعني حد اتقبض عليهم كان ممكن يتقتل في السودان. في مصر عندهم كينيا وعندهم اوغندا وعندهم ساوث افريكا والصين يعني، بس دول يعني دفعات ناس اكبر شويه. هنا بيروحوا بوليفيا وبياخدوا ناس هاي سكول وكده، بوليفيا برضو بلد فقيره بيروحوا يختموا فيها. بس انا عاوز حتى لو ما رحناش لازم يشوفوا ده في البيت، يشوفوا بابا ماما مش بيتخانقوا على الاكل، شوفوا ماما بيقفوا يشكر ربنا، اشكرك يا رب ده في ناس ما عندهاش. ما هو ده بيتنقل كده، انا مش عارفه، انا الايام دي بحس كده يعني، بحس واحنا مش بقول واحنا صغيرين كنا تمام ودلوقتي الدنيا، مش قصدي ده خالص، بس انا قصدي انه من كتر اني بقيت في رفاهيه في الحياه، فبقيت الطفل مفيش يعني اللي هي بيعرف ينبسطوا بالحاجات البسيطه المتاحه دي، بقيت فيري رير ان انا اشوف طفل بيعرف ينبسط بالحاجات البسيطه المتاحه، very rare الام دي. انا مش عارفه ايه المشكله من فين، حتى لو بابا وماما بيشكروا، حتى لو بابا وماما مش بيجو تو ذا هايست ليفل ايفر. طبعا يعني انا موافقك، لان يعني احنا انا كنت بتكلم على الاسره دلوقتي، لو عايزين نتكلم على العيال الضغوط اللي على العيال is very high. انا اعتقد مش عايز ادخل فيها النهارده علشان it needs a full day، مش بس ساعتين ثلاثه، لكن هقول لكم على حاجه بسيطه. الاولاد هياخدوا مننا اللي احنا عايشينه مش اللي احنا بين درسه لهم. في كتاب الخدمة بتاع ابونا متى المسكين قال كده، التربية هي نقل حياة المسيح من الخادم أو من الأب الأم إلى الأولاد، نقل الحياة. يعني أنا بتملي بالمسيح والمسيح فيا، that's the only option. إنما بقعد صلي وأنا بصليش، ما تزعقش وأنا بزعق، اعمل وأنا ما بعملش، مش بعمل يعني، ممكن يكون مصلي إزاي، يلا نصلي مع بعض، أبانا الذي في السماء وصليت معاهم وخلصت وأنا بصليتش. فهو في دماغه إيه بقى؟ إمتى يا رب أكبر أبقى زي ماما وبطل أصلي؟ أنا بقولها لكم بهزار، بس هو الحقيقة إيه؟ إن في حاجة اسمها عمل الروح القدس. أوعوا تخافوا لو روح الله موجود، لأنكم وعد الله إنه حيث كسر الاسم تكسر هناك مراحمه. مراحمه يعني أعماله، يعني عمل النعمة. لو البيت فيه ربنا لا يمكن أن يهلك هذا البيت. وعد المسيح كده، وعد المسيح كده، ال- 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 كل حاجة تبطل إلا وعود الله. البيت اللي فيه المسيح، عشان كده القديسة مونيكا لما كانت بتصلي من أجل ابنها الملاك قال لها ثقي يا امرأة، أجمل جملة قالها لها، أجمل جملة أي حد يسمعها، ثقوا في وعود الله. إحنا مش لوحدينا، لأن ممكن واحد لو بص اللي حولنا ده نجيب حجر الراحة، عارفين حاجة الراحة؟ إنه كان بعمله بقى تقيل يعني، نربطه ونركب أنفسنا فيه هو صحيح زي ما قال الكتاب، لكن لا، إحنا مش لوحدنا.
بس المشكلة إيه؟ إحنا مش بنستخدم القوة اللي إحنا واخدينها. لما الكتاب يقول أن الصوم والصلاة يعملوا كل حاجة، يبقى هنصدق الصوم وبإيمان أقول له يا رب دول ولادك وأنت اللي هتحميهم. أنا كل اللي بعمله أنا واقفة قدامك، وأنا واقف قدامك بصلي ليل ونهار، لكن العمل مين؟ مين اللي هيحمي؟ باطل أباطيل كل باطل، أنا لو عملت حاجة لوحدي. إن لم يبني الرب البيت باطل يتعب بناؤون، إن لم يربي الرب الأولاد باطل يتعب الآباء. هي مش آية بس نفس المعنى. عشان حد يقول لي فين الشاهد بتاعها، ملهاش شاهد. أقول لهم مارك 5:26 وكده بقى نجح حمادي رسمي بقى. أنا هعدي الحاجات دي وإيه؟ عاوز أعتنن عليكم شوية. لا لا هي مش عكنانة. هقول لكم ايه الحاجات كأسرة، انا مش هخش في تفاصيلهم بس انا هقرا من هولك جاست ريدينج وبعد كده افتح اسئله. ايه اللي الناس دول ال 300 اسره دول اللي اتجمعوا كان ماريوت ريزورت طلعوا بالنقط دول اللي ضيعوا العيال. اول حاجه، لا تكونوا ابدا كأسرة واحده معا، يعني بابا في حته وماما في حته والولاد في حته، لما بنخرج العيال بيقعدوا لوحديهم واحنا بنقعد لوحدينا. مش بقول ده ما يحصلش بس ده ابدا، يعني على طول كل واحد لوحده. لو كل واحد منعزل لوحده بهواياته مفيش قاعده مع بعض، دي احد الاسباب اللي بتضيع العيال. هقول لكم شفت عكسها ازاي. كنا في ميتنج زي ده في دبي، بيرنتس ميتنج، ما كنتش ابونا انا ساعتها يعني، وكنت انا بس الاحد، وكنا بنعمل بيرنتس عشان نتكلم مع الاولاد. ف جه واحد وقف كده وقال لازم يكون ليك خاطر عند اولادك. قال لهم انا مهندس من الصعيد ومقاول، وبنتي تربية مدرسة بريطاني، ولكن لما قلت لها عشان خاطري على موضوع، أنا كنت عارف الموضوع ده موضوع ارتباط، بلاش ده ثابت ده. وبعد عدة الأيام وكنت قاعد جنبه وكان ابنه صغير جاي، فاحنا قاعدين في الكنيسة بنتكلم بقى على حاجات مهمة وابونا قاعد وقصة. أول ما جه ابنه راح عمل كده بالظبط، وقاعد واحنا قاعدين جنبه بنتكلم معانا، راح سايبنا ولفف لابنه وابتدى يتكلم مع الولد فول اتنشن كانه بيكلم وزير الهجره. وبعد ما خلص معاه رجع يتكلم معانا تاني. فانا قعدت افكر قلت هو ده بيبني الخاطر، ينزل صور على الفيسبوك لابنه وهو بياخد مثلا، هو عنده سواقين ممكن يوصله، لا هو اللي يروح يوصله الاكسرسايز بتاعته الاكتيفيتي بتاعته بنفسه، ويقف معاه ويصوره وينزل على بتاع ده ان الامير فلان عمل ايه، اسمه ياخده معاه السايت بتاعه ويلبسه الخوذه ويقول المهندس ابني بيتفكر مش عارف كذا وكذا وكذا. هو بيعمل ايه؟ بيبني بينه وبين ابنه خاطر. فلما يجي يقول له بعد كده خاطر، دي الكلمة دي الدفع فيها عمر، دفع عمر. فالرصيد ده مهم جدا. عشان كده هنا بيحذرك ان الناس اللي ما عملتش ده ولادها ديسكونكتد. لا تخرجوا معا اسبوعيا او شهريا حتى تدعهم يشعرون بوحدة الاسرة. كل واحد لوحده، ما ناكلش مع بعض، فيش خروجة مع بعض. مش مهم خروجه بكام ولا فين، المهم ان احنا الفيلينج بتاع ان احنا مع بعض as a family. عشان كده ارجوكم احتمليني في اللي هقوله ده، ارجوكم ما تتخنقوش قدام الاولاد ابدا. ارجوكم it kills، اوعى تفتكر ده صغير مش فاهم، big lie، ده ريكوردر وبيحفر جوه. وبعد كده تقول هو قاعد على التليفون ليه طول الوقت، هو ليه عامل كده، بيهرب بيهرب. اخطيت، ها لو قلت اخطيت سامحوني يعني، خش الاوضه موتوا بعض جوه بس ما حدش يسمع، واطلعوا مبتسمين. ايه ده يا بابا ده دم؟ لا ده مش دم يا حبيبي، ده انا حاطط ميك اب. وين الازرق اللي هنا ده؟ لا يا حبيبي ده انا اصلا يعني مفيش اي حاجه، ومبتسم وبعرك بس ما حدش دارين بحاجه. ليه ليه انا بقول لكم كده؟ علشان انا بهزر، عشان it kills them. كل المدمنين، كل الشواذ، اسمح استحملوني في اللي هقوله، بيطلعوا من بيوت كان فيها الفيجر مضروب. الناس اللي بتلحد بابا اللي بيزعق ده، لو ربنا بنقول له يا بابا وده بابا، انا اللي عايز ربنا ولا عايز بابا. فهمني؟ انا اسف ان انا بخش، اصل ده اكتر حاجه بتدمر الولاد. طب نعمل ايه؟ اتخانقوا بره، خدوا كده اجازه اسبوع ودول على انتهيته وجدوا، روحوا قطعوا بعض في الخناق ورجعوا تاني بعد كده انجوينج. لا انا طبعا بهزر بس انا عايز اقول لكم ايه، if this is what it will take اعملوه. ما هو ده اللي احنا بنحاول فيه.
ده اللي احنا بنحاول فيه. تحدث الى الابناء او الزوجات، على فكره دي تنفع الاثنين، تحدث الى الابناء وليس معهم ولا تصغي اليهم. فاكرين الاخر اللي كان قاعد هنا من شويه ده؟ هو تحدث ايه؟ ده بيتكلموا كلام هايف. ده عيل كان عنده 5 years old بيكلم راجل مقاول عنده بيزنس وعنده حاجات كتيره جدا، وده بيكلمه كانه هياخد ديسيجن في بيزنس، وساب ابونا وساب الكنيسه وساب الكهنه، وقعد يتكلم مع الولد ده الدقيقتين بتوعه فول اتنشن، وبعدين رجع كمل حاجته تاني. عمل ايه؟ بنى اصغر. بس ده كلام هايف. ما هي الهيافه دي بتزرع. فاكرين بابا زمان لما كان يعمل حصان ونركبه على ظهري ونمشي؟ كان بيعمل ايه؟ بيبني، بيبني خاطر الزوج والزوجه. لما تعملش حصان وتمشي بكل ان احنا نبني علاقه، نبني علاقه. اجي تاني يوم كل الرجاله ظهرها مقطوم، ابونا قال لنا ما قلتش حاجه. انا بقول على الاولاد. عاقب ابنائك امام الناس ولا تمدحهم حتى تقوي سلوكهم الايجابي. A very very important killing point. ساعات كده خدام يجيبوا له عيل من قفاه كده يكون مدمر الكلاس كله، خد يا ابونا اتصرف مع الواد ده جد جد، مدلدلين كده شايلين كده دمر الدنيا. يعني انا عارف ان هو دمر الدنيا، خد يا ابونا اتصرف معاه. عارفين انا بعمل معاه ايه؟ باخده في حضني. باخده في حضني ليه؟ اصل انا هبقى فيجر بتاع العذاب، هقوم اشوف اللبس اسود ابونا بتاع اللي بتعاقب منه قدام الناس، وبمسك الام اللي عملت كده او الخادمه، لا نيفر تعملي كده في ابنك قدام حد، نيفر. عارفين الناس اللي بتتهته في الكلام؟ استدي ده بيكون السبب ان الاب او الام ده بيبقى فقدان ثقه. جاله مثلا مدرس في مدرسه في مصر وزعل ابنه، فالاب جه على ابنه قدام المدرس. كيلينج كيلينج، تعال عليه بينك وبينه قدام الناس. نيفر نيفر تقول كومنتس نيجاتيف على ابنك او بنتك قدام الناس. فوربيدن نيفر. طب ده عمه، ده تيتا، ده جده، ده نيفر. ده ملوش ابدا. اتخذ لابنائك القرارات ولا تدعهم يحلون مشاكلهم بانفسهم. نتكلم عليهم بعدين بقى في التفاصيل، انا بس هقرا لكل واحده من دول المحاضره. يعني اترك مسؤوليه التربيه الاخلاقيه والسلوكيه والروحيه كامله للمربيات، دي مش هنا، دي في دبي، والمدارس ودور العباده. يعني لما اجيبهم الكنيسه خلاص الكنيسه هي اللي هتربيهم. كل سنه وانت طيب. مش هيحصل، لكن هم قاعد في الكنيسه ساعه. والباقي كله بيخرب بره. فنوي. لا تدع ابنائك يجربون البرد او الاحباط او المخاطر ولا تدعهم يختبرون الحياه. اوفر بروتكشن. دي معنى الجمله دي. كن دائما التهديد والوعيد لاولادك، لو ما عملتش هعمل، لو عملت هتعمل. حياته بالتهديد. مش هي دي التربية، لأن أول ما يتشال التهديد هيعمل عكسه. أنت لازم تساعده إن هو ياخد القرارات الصح بنفسه. طب دي بالها طويل وأنا عايز أخلص. فهقول له ما عملتش كده هحط السيخ المحمي في صراصير رجليك، فهتبص تلاقيه خاف وأنت موجود هيخاف منك بعد ما يمشي. هيعملها من في ظهرك، فباظت القصة. توقع من أبنائك التفوق والحصول على امتياز في جميع المواد الدراسية. خلي بالك البلاد دي غير عندنا. انا بنتي كانت شاطره في السباحه قوي، فجم مره في المدرسه نادولنا عشان قلنا يعني ان هي جابت سكور عالي قوي. فانا فاكر بقى ايه الماس بقى ولا الحاجات اللي احنا بنقعد نعملها دي، فقالوا لي شي سكوت سويمر. وانا مالي جوت سويمر؟ وبعدين فهمت ان لا، ان ممكن السكيلز بتاعه الولد او البنت ما هياش بس في الدراسه. اتس نوت ليميتد للماس، ما حدش بيبص كده غيرنا احنا، عشان احنا جايين من كلتشر اتربى كده. فاحنا لازم نبقى متفاهمين ان حاجه زي كده يو شود بي سو براود اوف ابنك، وتشجعه وتبقى فرحان بيه. وما ينفعش هو هيجيب اي ستار في كل المواد، ما فيش حد كده. اينشتاين اتطرد اصلا، مجدي يعقوب طردوه من جامعه في مصر. مش شرط ان هو في حاجه ضعيف فيها او فاشل فيها ان هو ابني وحش، هو مش فيتنج مع الحته دي. ادور هو فيتنج في ايه. ما الراجل الرسام ده اكيد ابنه ما كانش بيجيب استار في الـ في الـ في البايو كيمستري والحاجات دي، يقول لك كان بقى دكتور طلع رسام. اتفضل. احنا نفسنا مش كده، واحنا نفسنا مش كده، نفسنا يعني بنطبق ساعات حاجات unrealistic expectations من الاولاد. احنا مش كده يعني،
وخلي بالكم من الحته دي. انا قابلت ناس لازم اعرف ايه امكانياته وازقه في امكانياته واقارنه بنفسه مش بغيره. تاني اعرف ايه امكانياته، ازقه في امكانياته، اقارنه بنفسه مش بغيره. ماشي، الكسل هشجعه هشجع وابوش. انا مش بقول ان احنا خلاص نسيبهم، انا بقول خلي بالكو فين الفاين لاين. هقول لكم، اقول لكم حاجات حقيقيه اللي انا بشوفها هنا. ساعات في اهالي ريستريكتد على الولد، فالولد كل حاجه اتس نو بروب، فلازم اخلص المذاكره وبعدت عن صحابي الوحشين، فابتدى يبقى ايزوليتد. في ناس من دول حاولت تنتحر مره واتنين لانه مش قادر يكوب مع البريشر، بريشر البيرنتس على بريشر الصحاب، على الصحاب اللي رفضوني عشان انا كويس وكل الخروجات مش قادر اروح عليها وانا مختلف فكل الناس تتريق عليا. هكمل ليه؟ هكمل ليه؟ فخلي بالكو انا ببوش لغايه فين. لازم ابقى اليرتد ان انا وانا مع ابني انا باخد فيدباك، مش بوش 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 وشايف النتائج فانا مطمن. ترى ما بيجيب نتيجه اهو، طب ومن النفسيه بيحصل فيها ايه؟ بي فيري كيرفول. خلي بالكو دي كلها بيج ورنينجز. وممكن مره نتكلم عن تربيه الاولاد. توقع من ابنائك التفوق والحصول على امتياز في جميع المواد الدراسيه، لا تحسهم على تحمل المسؤوليه. مهم جدا ان انا ادي تاسك لابني في البيت يعمله حتى لو هايف، ده بتاعتك انت، اللي بتقفل كيس الزباله، انت اللي بتحط الاطباق في الديش ووشر، انت اللي بتعمل كذا. لو الاطباق هتتكسر نشوف حاجه تانية، لكن اديله تاسك. لا تسمح لهم بالتعبير عن مشاعرهم من غضب او حزن او خوف. لما يزعق او متضايق سيبه يخلص، افهم. بص الحته دي مهمه جدا، لو حد اكسبلودد سيبه طلع لجوه، لان ده كده ثلاث ارباع المشكله خلص. سيب الطريقه، خلي الطريقه نمره اتنين في الاجابه. الاول افهم الريزون لان هو ده اللي خلاه اكسبلودد، صلح الريزون وهتعرف بعد كده صلح الطريقه. انت انفجرت ليه؟ قلت طب كويس انا معاك اللي انت عملته، بس هاويفر الطريقه اللي انت اتكلمت بيها سترونج كمان، فانت كده بوظت الدنيا انك انت ما عرفتش تاخد حقك. لو عملت كده في الشغل الدنيا هتبوظ، فتقعد معاه وتعلمه ازاي ان هو انت سمعته يو اكسبتد او شرحت له ان النقطه دي صح ولا غلط، وبعدين تبتدي توجهه ازاي يتكلم المره الجايه بطريقه احسن. قول له عشان تاخد بقى نتيجه المره الجايه تتكلم بطريقه احسن. متضايق عبر عن مضايقتك من حقك، بس ما تغلطش، ما تشتمش، ما تعليش صوتك، ما تعملش كذا، ما تقولش كلمه وحشه. وبيعمل كده لانه مش لاقي حد بيسمعه، فمحتاج ان احنا ما اسمحلوش بالغلط، بس اصلح السبب بتاع الغلط وبعدين اصلح الغلط. قدم لهم الحمايه الزائده الاوفر بروتكشن، اجعل الابناء يشعرون ان اخطائهم خطايا واثام. ازاي تعمل كده؟ برضو في التربيه انت اول مره مش بتحاسبه على الغلط. انا بجري في الحاجات دي عشان مش هو الموضوع النهارده. اول مره بتاخده في حضنك تشرح له، حتى لو كان جاي حاطط فيب في بقه، وتقعد تتكلم معاه وتتفق معاه. لو عمل كده هتقول له انا وانت ضد الخطيه، انا وانت ضد، انا مش ضدك لما عملت خطيه. جمله ربنا مش هيحبك لما تعمل خطيه رونج، جمله احنا مش بنحبك عشان بتعمل خطيه رونج. ربنا بيحب الخطاه، المسيح قال كده، ده ضد تعليم المسيح. انا جيت من اجل الخطاه. لو بابا وماما شايفين نفسهم مش خطاه، المسيح ما جاش من اجله، هو جه من اجل الخطاه. لم اتي لادعو ابرارا بل خطاه الى التوبه. فانا اول واحد انت مقبول عند ربنا، بس لازم يجي توبه. فانا هساعدك بان انا هاخد منك التليفون، ده عقاب بس انا مش قايل انه عقاب، عشان تقعد مع نفسك تفكر ازاي مش هضرب اختك تاني، وتيجي تقول لي. ولو حصل ده مره تانية هتفق معايا اللي هيحصل، هاخد وقت اطول عشان تفكر اطول. فانا انا مش، هو مش هيقدر دلوقتي يتحداني في الخناقه. انا معاك، انا ضد الخطيه، انت كويس، الخطيه اللي وحشه، وانا باخد منك ده لان لازم اساعدك. واحنا اتفقنا المره الجايه هنطول المده، اوكي اوكي، المره اللي بعديها هننفذ اللي اتفقنا عليه. هو ده بيسميه درايفنج ديسبلين، ازاي ان انا اعمل ديسبلين مع اولادي. لا زعقنا ولا اتخانقنا، بس المره الجايه اتاخد التليفون والساعه هتبقى ساعه، وي هاف تو ثينك اند كم باك وذ ان انسر. دع ابنك يعتقد انه كامل ولا يخطئ، اجعل جو بيتك في حاله فوضى وتشويش. لا تعبر لابنائك اطلاقا عن مدى حبك لهم، ولا تناقش مع مشاعرك معهم. انا هوقف عندي لان دي ساعات بيبقى ساعات بنستخسر نقول لعيالنا انا بحبكم لحسن يتمرعوا، ده كلام فاضي. يعني العيال محتاجه حضن، البنت الكبرت اللي بتزقني دي لسه محتاجه الحضن حتى وهي بتزقني، والولد ده محتاج لغايه لما كبروا صغيرين. they both need it all the time.
لا تحضنهم ولا تظهر عواطفك تجاههم. كل دي الحاجات اللي كتبوها الناس. ها؟ كن دائما متشائما وتوقع السوء. انت عمرك ما هتنفع، ما الدنيا بايظه، انت مش هتنجح في البتاع، ما انت عامل زي كده، شوف اخوك نجح، شوف ابن عمك عمل، اللي القصص اللي احنا عايشين فيها دي، كل ده تدمير. لا تثق ابدا في ابنائك، هو عمره ما هيثق في نفسه، فهيلجأ ان هو يدور على حاجه تنسيه. كل دول ادمانه يعني. فلو عندنا حاجه او حاجتين من الحاجات دي ليه انا قلتهم، حتى لو ما عندناش عيال، عشان تبقى early alerted ان احنا ما نقعش في الغلطات دي. انا كنت بتكلم مع الشيف بيرهوتون، هقول لهم حاجه حتى الناس اللي ما عندهاش عيال مهم يعرفوها. ليه؟ لان عشان لما ييجوا يكون هم، اصل الحاجات دي بتتبني من امتى؟ من هو بيبي، هو بيبي. نقف عند هنا. اتكلمنا النهارده، نلخص اتكلمنا فيه، اتكلمنا عن السعاده من مش من بره، من جوه، قرار. السعاده بتعتمد عليا انا، انا هتعامل مع ظروف ازاي. السعاده بتحتاج شكر، بتحتاج علاقه قويه مع ربنا، بتحتاج تفاهم مع اللي قدامي، بتحتاج مصارحه. السعاده بتحتاج ان انا يكون عندي كواليتي تايم مع الناس اللي قدامي، ان انا ابني رصيد من الحب. السعاده ان انا افهم اللي قدامي واتناقش معاه بصراحه. السعاده مصدرها الاساسي هو ربنا يسوع المسيح له المجد، وبتنعكس في تصرفات. يعني هو مش ربنا هيبقى سعيدين واحنا قاعدين مكشرين. وبعد كده كل اسره هيبقى لها شكل معين في تحديد هم يبقى فرحانين بايه، وهم لازم يتكلموا في مع بعض. مهم جدا ان احنا نتكلم مع بعض في احنا ايه اللي بيفرحنا، وان احنا نسعى ونجتهد ايه ان احنا نفرح بعض. الوصيه بتقول لنا كده في بتاعه الجواز، اجتهد في انك تكون انك تفرحها وهي تجتهد انها تفرحك. ناخد اسئله. السعادة من جوه، بس أنا مثلا عندي طموح، والطموح ده حاجة يعني مشروعة والله خلقها غريزة فينا يعني. فأنا عايز أكبر في الشغل، عايز أبقى دايركتور مثلا، وعندي إحباط، فأنا مش مبسوط إن أنا مثلا ما ترقيتش أو ما وصلتش للمستوى ده لسه، أو قدمت على أشغال كتيرة للدايركتور بوزيشن بس ما جاتش. فإزاي أقدر يعني أشيل احساس الاحباط ده، لان هو مش هيجيب لي سعاده. بالظبط. حسب انا حاطط الحاجه دي حجمها ايه في حياتي. الطموح مش غلط، وان احنا نسعى نبقى احسن، بس لو ما جاتش، لو انا بقى عندي حاجه اسمها حياه التسليم. ايه حياه التسليم دي؟ مش ان انا اسلم واقعد في البيت، ان انا اعمل كل اللي عليا والنتائج بتاعت ربنا. لو جت من عند ربنا جود، لو ما جاتش من ربنا اتضايق شويه، لكن اموف فورورد. ليه؟ لان دي مش اراده ربنا. يمكن يجي لي التايتل ده وانا اتغرى اخش جهنم، او لو مش الوقت المناسب، او ربنا شايف ان انا محتاج ان انا اتكسر شويه عشان كبريائي هيضيع مني بيتي، هيضيع مني. فخطه ربنا لخلاصنا مش على قد طموحاتنا على الارض، اكبر بكتير، على قد الابديه. فساعات حاجات بتزرجن معانا، لو انا بقى فاهم هقول خلاص انا مسلم ربنا، هموف فورورد في حياتي. يبقى انا ما حطش الطموح ده، احطه هدف كده اللي عندنا بره ده جسده. قديس موريس ده كان حاجه كبيره قوي على فكره. قديس موريس ده قائد الكتاب المقدس، فاكرين قائد المئة ده؟ كان حاجه شخصيه كبيره، وقال للسيد مسيح ما تجيش، انا عندي الناس تحت مني. ويعني ده قديس موريس قائد 60 واحد من قائد المئة، يعني جنرال تحت منه 60 قائد مئة وخدامين وناس يعني قصه دي. ليجند يعني كتيبه. اللي هي دلوقتي في مصر يقول لك ده الجيش الثالث الميداني مثلا، هو ده كده، كان قائد كده، قائد جيش كامل. طيب وتكرير وبتاع. لما تعرض مع ربنا حط سلاحه وقال رقبتنا، لان البريوريتي محطوطه صح. لا اكتئب ولا ضيعت عمري على الفاضي، لا، ده المسيح نمره واحد. وكان فرحان، ده مش كده بس، وشجع 6600، ده مفيش حد عملها، ان كلهم يبقوا شهداء. انت لو تعرفوا قديس موريس، اتس ان اميزنج ستوري. عارفين الثلاث الست والراجل اللي واقفين شايلين رسوم دول؟ عارفين مين دول؟ طب طول النهار شايفينهم شايلين رسوم، يعني ما حدش سال قول لهم طب ريحوا شويه ولا حاجه؟ ما حدش عارف مين دول؟ حد راح سويسرا قبل كده؟ رحت سويسرا؟ القديسه فرينا اللي هي راسها موجوده. القديسه فرينا كانت في سويسرا اللي علمتهم النظافه. الثلاثه دول اسمها قديسة ريجولا، والقديس فيليكس أخوها، والخدام بتاعهم أنا مش بعرف أنت اسمه، هو يسامحني يعني أسباري كولس حاجة كده.
لو حد كتب الستامب بتاع زيورخ هيلاقي الستامب بتاع زيورخ النهارده الثلاثه دول شايلين رؤوسهم كده. مين دول بقى؟ دول كانوا في الكتيبه بتاعت القديس موريس، ودول اتقطعت رؤوسهم على الريفر اللي موجود هناك، وطوا شالوا رؤوسهم وطلعوا بيها جبل قدام البتاع ده تله كده، وحطوا رؤوسهم وسجدوا في المكان اللي فيه الكنيسه. لما تروح زيورخ دلوقتي تلاقي المكان الصخره تحت اتقطع عليها رأسهم، هم اللي بيقولوا لك اللي هم وانهم بعد ما اتقتلوا شالوا رؤوسهم وقاموا تاني شالوا رؤوسهم طلعوا بيها لغايه الجبل فوق او حطوها في المكان اللي ربنا اراد ان يكون فيها كنيسه، وتلاقي الكنيسه وتطلع انت نفس المشوار ده وتشوف المكان موجود تحت. الناس دي لما جم اللي انا كنت بحكي لهم ليه حكيت لكم قصتهم، الناس دي لما عملوا كده ما كانوش بيعيطوا انهم هيتعذبوا، كانوا متقطعين، ده كانوا فرحانين. على مستوانا احنا ايه؟ مش هتاخد المستوى ده، ده مستوى شهداء. على مستوانا احنا، انا بعمل اللي عليا في الشغل، دول الناس كلهم كانوا يعني شغالين في 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 منظمه كبيره وقويه جدا، لكن لما يتعارض حاجه مع ربنا وما جاتش خلاص انا مسلم حياتي لربنا وانا فرحان، كفايه ان ليا المسيح. على مستواهم مش قدموا وظيفه او قدموا حاجه، قدموا حياتهم، ده ليفل احنا لسه بعيد عنه خالص، بس احنا ممكن نقدم حته برضو مقبوله قدام ربنا. حتى اللي بيقدم شويه متاع بيقول لك دول المعترفين. ايه المعترفين؟ احتملوا الام من اجل المسيح، احتملوا الام من اجل المسيح، حتى لو الام دي دورهم، حتى عند دورهم. حد كان عنده حد تعبان في البيت قاعد يخدم عليه، حد عنده ابن في مشكله فضل يعمله بشكر، كل ده ياخد ليفل المعترفين. ليه؟ لانه احتمل من اجل ربنا ما تزمرش. احنا في حياتنا مشكله في الشغل، مشكله في بيت، كل الحاجات دي لما لا نتزمر من اجل ربنا، من اجل ربنا ناخد بركه. هما كانوا شايفينها، لما شافوها هي دي بقى الحته. فاطلب من ربنا اقول له يا رب شيل مني ان الموضوع ده يكون سبب مضايقه، يكفيني وجودك في حياتي. طب انا مش قادر، اطلبها من ربنا. لما نكون مش قادرين على حاجه السعاده تطلب من الله، السعادة مرتبطه والحكمه تطلب من ربنا. اسئله تاني؟ ما سألتوش هسأل أنا. شكلكم جوعتوا ها؟ الخلطة كانت حلوة؟ أي عندك وقت فيها إن إحنا نناقش بقى الحاجات بتاعت الولاد. أنا دول حطيتهم بس كده. هو في البرزنتيشن دي فيها مثلا بتاع 100 سلايد في مواضيع مختلفة عن تربية الأولاد. ممكن لو أنتوا انترست في حاجة محددة قولوا ايه اللي انتم محتاجينه وشريف يقول لي ونيجي نتكلم فيه. لو حتى في المناقشات بين الزوج والزوجه ازاي نبني الكريدت اللي هو رصيد الحب، دي كلها مواضيع ممكن تناسب الكابلز. فانتوا الحاجات اللي ما اتكلمتوش فيها قبل كده ليت مي نو، يعني هم بيقولوا ان عايزين حاجات عن الاولاد، دول فيهم ديتيلز كتيره وفي حاجات يعني ريليتد ليهم. ممكن يعني بس هو ممكن نتكلم فيهم يعني في مره او مرتين بالتفاصيل اكتر. الاكل النهارده عشان مبروك على الارض يا معلم، اشكركم على احتمالكم. شكرا. ثانك يو سو ماتش يا ابونا على وجودك معانا. هل النقط دي ممكن نقول تشارك معانا اللي هي 12 بوزيتيف وال20